قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم السبت إن تنظيم الدولة الإسلامية مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز بشرق سوريا، بما ينهي دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا. وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن الباغوز تحررت والنصر العسكري ضد داعش تحقق، وأضاف أنهم سيواصلون الحرب وملاحقة فلولهم حتى القضاء التام عليهم. وتشن قوات سوريا الديمقراطية هجمات منذ أسابيع للسيطرة على الجيب الواقع قرب الحدود مع العراق.